جماعة الصراحة آخر مرة اتحممت مع بنتين. اثنين من بوش المافيا كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد. مافيا 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 أنا مافيا. يا جماعة الفيديو رح يكون أسئلة أسئلة، استنونا رح تكون أسئلة نار نار نار. وبتعرفوا أنا الفيديو بس هي أسئلة أو تحديد كذا. بتعرفوا لما يكون طالع ورا الشاشة كيف بتكون الأسئلة؟ الأسئلة طالب بدي أعطيناها أجل أمل ولا دلشان أجل أجل قنواتهم بالوصف، روحوا اشتركوا فيها وفجروا أم القنوات اللي رح تلوها بالوصف. حساباتي كمان. أنتوا كفو أنتوا كفو. أيوة كفو. جيش المافيا جيش المافيا وحوش المافيا. يلا أول سؤال كلكم جاهز؟ المشروع انا انزل اشتري فرزر الجرس. جاهز؟ اول سؤال لمين اعطيك؟ امل. نبدا من امل. انا دشا. يلا امل سؤالي لك. شي يوم حدا عيب عليكي بشكلك؟ احكي السر. لا والله ابدا ابدا. طبعا يا جماعه لنجاوب ايش بدك تسوي، ما بصير الواحد يخربش شيء. خلص هلا بعطيكم شيء سهل. هلا شوي شوي صح. شوي شوي. سمير سؤالي لك، شي يوم كنت عم تبدل لبسك وحدا شافك، حدا دخل عليك هيك بالغلط او كذا؟ لا ما صارت. لي وقت ببدل لبسي وقت زد الباب او بقفله. طيب دلشان، شي يوم حدا سلم هيك بالشارع رفع ايده او انت سلمت عليه ولا طلع ما عم سلم عليك؟ ايه ايش كان؟ كثير خجلت. شو بده يكون رد فعلي؟ كثير. طيب امل سؤالي لك، شي يوم اكلتي كف من ابوك ظلم؟ اكيد. ايه طيب يلا مرحبا. لكم السبب شو؟ ايه على الهوا. ايه قولوا احكوا خليكم صريحين المره. خشي ابو المره الكاميرا. انه يا جماعه كنت انا واخي عم نتقاتل، فاخي راح كذب انه انا قتلته وانا ما كنت امل انه قتلته. ما ردني بابا الي وانا عن جد ما كنت قاتلته. الله بابا راح يتحزول له. لا راح اخي يتحزول له بكيلو سوي. قال له انا امل ضربتني. اجى عصب علي. ايش يعني تحزول له؟ تحزول له يعني ون ون براسه فسد. يلا سمير سؤالي لك. سمير لو نمت وفقت فجأة صرت تحكي من انفك، ما بقى يطلع صوت من تمك، صار يطلع صوت من انفك، يا ترى شلون بتحكي مع الناس؟ ايه احلى بالعكس. هلا بالعكس احلى. واقف جنب واحد بنصدم بعمل مقالب كثير بكيف. اتخيل واقف جنب واحد بنطلع الصوت. والله المشكله مو هون، المشكله تمك اللي انسد يلتغي فتاكل من انفك كمان. ايه نجيب لكم معكروني بتصير اكلتنا معكروني بس. يلا سؤال يا دلشان. صح دلشان. لو كنت ماشي بالشارع فشفتي اكله غريبه عم بيعوها حبيتي تدوقيها يعني تجربيها وهي حلوه كثير وهيك مثل بتلزق هيك شيء فحبيت تدوقيها، بعد ما اكلتيها فاسنانك سوسوا صاروا سود يعني صاروا كلهم سود تمام وما بقى يروح السواد منهم، ورحت عند دكتور قال لك بدك تركبي دكه حصرا دكه غير هيك ما بصيروا، ايش بتعملي؟ بتعرفيهم ولا بتركبي دكه؟ لا بركب اكيد. تركبي دكه؟ بس اقول لك شيء، انه يصير معها هيك بتجيب لي لي ادوق نفسها بتني طيبه عشان ما تكون لحالها. امل يلا امل سؤالي لك. الله اجى دور الصعب. هاي حاجتكم شيء سهل. هلا صعب. يلا امل بدي تعطيني اسم شاب معجبة فيه من جديد، بشكله بأناقته بحكيه بصوته بعيونه بأي شيء، اي شيء فيه معجبة فيه، اي شيء ايش ما كان يكون، على هو لبسه على هو ايش ما كان، عطره عطره ايش ما كان، يلا اي شيء يلا. احلى شيء انه ابوها واقف عليك. اعطينا اي شيء. هلا لحظه كلها ياتنا اي ملم فيها اي واحد
يعني هلا انا اجي ابوكي انت نفسه معقول ما ما عجب ولا باي انساني ما عم بقول لك بتحبي اجل شوفي اجل ممكن يوتيوبر شوفي ما عم اقول لك بتحبي حب مثلا اني كزواج لا معجبي بس مجرد اعجاب ايه ابو فلة ابو فلة بايش بتستعجب هيك بحس عنده شيء هيك دمه خفيف دمه خفيف وستايله حلو طيب سمير سؤالي لك اجي دور الصعبة لا حاسسني اعطيني سؤال صعب كاني انا قاعدة في اخر مرة بدي تقول لي اخر مرة مين حممك او مع مين تحممت يلا واحدة من التنتين مين حممك او مع مين تحممت اخر مرة حممني هلا مين حممني انا صغير امي كانت تحممني بس قلبي صغير مع مين تحممت اخر شيء بتحكي الصراحة واحد تلبخ الله انا 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 قلت احكي الصراحه انا بعرف يعني فاحكي يلا لا مشان هيك سالته لاني اذا كذب بدي احكي احكي جماعه الصراحه اخر مره تحممت مع بنتين ايوه من شي اسبوع ايوه ما لو مالك حكي كنت احكي انا انه مو وحده بنتين ما بنتين ودون لبس يعني جبرتوني احكي معك هلا انا بعرف هذا الصوت يعني بعرف اني انت تحملت مع بنتين اي الله اني اذا قصيته على جماعه لا ما صرت قصه بس ما السؤال محرج يعني كثير ما صرت وانا جاوبت يا ما صرت خلص بتعرف ايش بدي قصه لك بلا ما تدخل عندك يعني جد لا عندك ايه ايه عن جد دخلها ما بتستحي انت؟ طلع دمك ايش هي؟ ما عملت شيء خلص يعني هيك يا صبي انا هيك كلتنا هيك يعني انا هيك كلتنا هيك انا هيك كلتنا هيك ما والله هي ابوكي ابوه انا كمان يعني عادي ايش تكون غلط مثلا؟ لا من اسبوع والله ايه يعني انا كان انا عادي ايه والله ايش عم طلب انا مرتي قسما بالله دم مرتي يعني بتعرف هالشيء عطوه بتحمم معها عادي يعني ما حد قال له دخل والله هيك حرية شخصية مع بنتين وكو وريد بيعرف كان معي ايه كلك انا هيك انا عطوه بتحمم مع بنتين مين بنتين انه سوريات ولا لا ما بحسن هلا يعني لكم من وين الصناعي ما حدا له علاقة فيي بنتين الصراحة هم لا تقصوا خلاص هيك نعم بس قص الحكي كنا نحكي بس ما ماشي وريد الصوت ما اسئله ما نعم عمو بس شيء بيطلع منك سمير لا عن جد عمار انا قلت احكي الصراحه والله صراحه يلا انزعجت وشي يعني شيء انه اخذنا فكره ما ادري شو ليش ليش يا الله انتوا شو بكم في عادي استغلوا وحر بس انا مش قادره ابدا من طعمي لك هلا اعتبري انت عشقاني هو ايش بده فيكي طيب طالما انت بتعرف انه تحمم مع بنتين ليش لا تحرجوا ليش لا تسالوا هالشيء لك دي حاج مسخره بقى انت كمان بتحممي مع بنتين وانت بتحممي مع بنتين كلياتنا بنتحمم مع بنتين هذا يا شيء غلط مثلا لك دي حاج مسخره طارق بيعرف و حتى مسخرة حتى عمو كمان عادي ما عملنا شيء عملت شيء غلط حمام حمام بس حمام يعني ما في شيء ما بس حمام بس حمام اه عن جد اخذت فكرة ما كويسة عني اكيد طب قلنا نحن نحكي الصراحة وانا طيب وانت انت حق عليك يعني طالما بتعرف انه تحمام مع بنتين هو سؤال مو انه بس انه ما حلوه بنص انه انت بتعرف انه تحمم مع بنتين انا كمان انا كمان انا انا نفسه هو كمان نفسي نحن شو دخلنا ما فهمنا طيب ايش دخل لك ايش ما كان لازم لو ما بتحبه بده مصلحته ما بدنا يحكي هيك سؤال قدام ايش فيه ايش فيه ايش فيه معناها مكتوب عنوان الفيديو تحدي الاسئله ايش السؤال هذا نساله نسأله سؤال يعني ليش بدك انت؟ ما شاء الله قال لي اخر مره حدا حممك قلت حممت مع بنتين صريح يعني
وبدون لبس. انا الحق مو عليك، الحق عليه هو. ليش بقى؟ خلص خلص بعد ليش؟ ليش؟ هلا امر عادي. ايه انا تحملت مع بنت ما خصنا ما هالموضوع. طيب يعني ليش عم تحكوا شيء يعني عادي؟ ليش احنا يعني ما نقول لك انه عملنا شيء يعني حطي فكره ما صار يعني يلا هي حطي فكره ما كويسه عني ابدا ما والله لو ما اخذت فكره ما عرفت لك 18 ما حكيت. طب انا حكيت شيء غلط؟ حكيت الصراحه الحدي الصراحه. ايه خلص على حكي. طيب يعني هلا انتوا عن جد تاخرتوه، نحن قصدنا مع بانتين بانتين شامبو بانتين كل هذا زينه مارود بوله بانتين هذا هو شامبو بينه ما واضحه. لا حط الصوره هون يا جماعه شوفوها، شوفوا الصوره هذا اسمه شامبو بانتين. فانا بتحمى ببانتين، سمير بتحمى، قلت لك قلت لك انت كمان احيانا بتحمل بانتين، ابوكي بتحمم بانتين، كلياتنا نتحمم مع بنتين. ربكم عن جد بنتين ما بتستعملي؟ ثلاث بنات عم بقولوا بنتين كرهت الاسم. انت ما بتستعملي؟ ما رح جيب منه. يعني كل واحد بتحمم مع بنتين، وامس جبت اثنين عنبتين حممت مع اربع كمان ما بعرف يعني انا عندي بالبيت قاعده بدها مع ستي تحمموا بس مشت عليكم مشت عليكم مقلب ناكل مقلب خفيف على السريع نظيف خفيفة كذا ترى انا حاسة سيجيني خبطة من هون هون لا لا الله قلت من هون وما جتني من هون اخي يلا تعيش بتاكلوا غير ان شاء الله قتلوني منيع ما كنت نتحمم مع بنتين لا مو المشكلة منيع ما يكون في اسم شابو شبيك نتحمم مع الشبين بكره بيخترعوا شامبو شبين شبين مع شبين طارق من اول شيء عامل لكم بانتي بانتي بس لا ما قلت ما ركزت لا قلتها كذا بس ما ركزت مره هيك الفيديو بتسمعوا حمد مع بانتي ايه ايه قال نحن يا جماعه نتنظف يا عم نحكي صافي انا فيكم فا عم نحكي بنية صافية عم نقول خلص انا هيك قال لي اخا مرة يا شيء واضح وصريح قال طارق قال شي مرة امك حمم اي اخر حممت مع حدا او ايه انا بحط الشامبو جنبي بتحمم معه اخر شي بغسله يعني متحمم انا وهو ايه وابني يعني حدا بتحمم هو لابس قلت انا بدون لبس بتحمم مع بنتين خلص نسيت هدول ان شاء الله اطمن يا جماعة لو نكون اكل المقلب على اساس انه اشي بيقولوا لي ما بيطلع لك معنا انا بيطلع لي معكم ونحن محضرين حالنا للاسئله الكثير محضرين حالنا عطاهم كم سؤالي طبعا مثل ما شفتوا روحوا على الوصف بتلاقوا كمان مسوي مقلب بدشان انه تلبسني من جني كمان بنفس الطريقه فمره جاي ما بيثقوا فيني بنانا واستنونا بمقلب جديد رح اعمله كمان ما رح يحسوا يعني بقول لهم هيك لعمي فيكم معنا بس ما بحسوا شو اللي فيهم بقول لهم على المقلب اللي عملته فيك وصاي عملت فيني مقلب كمان بتلاقوا اول تعليق روحوا شوفوه روح عملت فيني مقلب كسرت لي الدرع شوفوا ردة فعله شوفوا ردة فعلي وقناة أمل والدلشان رح تلاقون الوصف شفناكم خير ردما شوفكم خير وتحممت مع بنتين سلام 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 باي مافيا 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 مافيا